تحاول تشتغل الاول قبل السبب فين فين لا حضرتك فين التفريق وفين التدريب التحضيري استسمحك طب اقفل التليفون الاول يا جماعه انا عارف انت مش لايف لو سمحت اقفل اللايف الاول وكلمنا ما ينفعش كده حتى لو مين حتى مش تيجي تقعد تقول لنا الاول تعرفنا فين تصريح سعادتك تصريحك فين يا عم ابراهيم فين هو؟ حبيب قلبي يا باشا اقفل اللايف بعد اذنك الاول مين حضرتك سعادتك؟ باشا باشا مساء الخير كل متابعي اليوم السابع هكون معاكم النهاردة أنا محمد قاسم في لايف جديد من داخل مسجد سيدنا الحسين الذي شهد اليوم أول بث للأذان المباركة إياك نعبد وإياك نستعين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله يا الله لمن حمدا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده.
الله.